خلينا نروح للمرأة المصرية، بنات مصر وسيدات مصر اللي عندهم القدرة الحقيقة إن هم يلعبوا أي دور ويقوموا بأي مهمة يتم تكليفهم بيها. طول الوقت إحنا بنشوف على فكرة نماذج من سيدات مصر وفتيات مصر، نماذج ليها الريادة في مجالات مختلفة. عشان كده احنا مثلا مش هننسى ان احنا قد ايه بنشوف تمكين المرأة في الحياة السياسية، بنشوف سيدات وزيرات ناجحات نائبات في البرلمان، في منصب المحافظ ونواب المحافظ، في المراكز العالمية، في كل شيء، في مجالس العلماء سواء اذا كانوا جوه مصر او بره مصر. سيدات مصر الحقيقة طول عمرهم بيفتحوا الأبواب لغيرهم من السيدات في مجالات مختلفة ومجالات بنشوف إنها ممكن تكون صعبة، أو خلينا نقول إنها ممكن تكون قعدت لسنوات طويلة بالنسبة لنا عليها يافطة إنه السيدات لا تقتحم هذا المجال. لكن إحنا بنشوف النهاردة معانا اتنين من بنات مصر، من فتيات مصر اللي عملوا هذه الخطوة في مجال زي ما قلنا رفع شعار لسنوات طويلة للرجال فقط، لحد ما هم جم وقرروا إن هم يكسروا هذه الفكرة ويكسروا هذا التابوت والاحتكار، يخشوا بمنتهى الجراءة ويدرسوا في هذا المجال ويحاربوا بجرأتهم ودراستهم وعلمهم عشان يكونوا أول بنتين في مصر يحصلوا على جواز سفر بحري على سفن الصين. خلينا أرحب الحقيقة بينضم إلينا عبر سكايب كابتن ريم إبراهيم الردان، وهتنضم إلينا عبر الهاتف كابتن ميادة رمضان. صباح الخير عليكم، منورينا طبعا كابتن ريم وكابتن ميادة، بصبح عليكم جدا. صباح الفل كابتن ريم، خليني ابدا معاكي، منورانا طبعا على شاشه اكسترا نيوز وفي هذا الصباح، وخليني بسؤالي وهيكون برضو لكابتن ميادة. مجال صعب جدا الحقيقه اقتحمتوه، مجال الحقيقه احنا كانت كل معلوماتنا عنه انه هذا المجال او من يقتحم هذا المجال هم خريجين الكليات البحريه من الرجال فقط، ما كانش موجود الحقيقه سيدات او فتيات في مصر بيقبلوا على انهم يدخلوا هذا المجال ويقودوا السفن الصيد البحريه ويحصلوا على هذا الجواز. بالظبط، احنا اصلا دايما المجال دوت كان على ان هو بيتقوم على الرجاله. بالنسبه للمصيد نفسه فهو بقاله كان احنا تالت دفعه ندخلها انا وميادة، ما كانش فيه لسه ناس دخلت يعني تاني دفعة، يعني مفيش لسه ولا دفعة اتخرجت خالص، فاحنا كنا داخلين وفي ريسك الحاجة زي دي. فبعد كده احنا بعد ما خلصنا 4 سنين بتوعنا ما كانش فيه ولا بنت خالص طلعت الجواز البحري، لا هم كلهم استكفوا ببكالوريوس علوم ثروة سمكية اللي هو الكلية بنتخرج من على أساسه. وبعد كده انا وميادة يعني قلنا احنا ناخد التجربة وبنبقى نشوف الريسك احنا هنوصل فيه لحد فين، وطبعا كان في محبطات ان احنا ما نكملش وان احنا مش هنوصل وان احنا حاجات كتير، بس الحمد لله ان احنا يعني عرفنا نوصل لحاجة زي ديت، وبالعكس احنا عايزين نكمل كمان للرانك اللي بعد كده اللي هو ربان سفينة ان شاء الله بإذن الله ده يحصل. طب خليني اروح لكابتن ميادة. كابتن ميادة صباح الخير. صباح النور، ازي حضرتك؟ واولا انا ببارك لكم بجد بكل فخر واعتزاز ومنتهى التعصب باعتبار يعني سيده مصريه، واكيد ان انا اشوف من بنات مصر وفتياتها انكم تدخلوا لخطوه صعبه مع التحديات اللي كانت كابتن ريم بتقول عليها انه انتوا واجهكم بعدد كبير طبعا من الاحباطات، واكيد ناس كانت بتقول لكم طب ما تاخدوا الطريق السهل، انتوا ماشيين في ده ليه؟ ايوه صح، احنا مع بدايه الطريق اصلا يعني اتحاربنا كتير واتنمروا علينا كتير، زي ما قالت ريم كنا تالت دفعة تدخل، وكمان ما كانتش كلية خرجت حد، يعني المستقبل كان صعب جدا وكان تحدي كبير جدا ان احنا ندخل حاجة زي كده. طب واجهتوا ايه؟ علشان انا عارفه انه يعني الدفعه ما كانتش او خلينا نقول الدفعات اللي خرجت قبل كده ما تخرجش منها حد، دي الدفعه الثالثه، واحنا عارفين يعني برضو يعني زي ما انا قريت في حكم معلوماتي المتواضعه يعني ان الحصول على جواز السفر البحري ده شيء مش سهل. هو طبعا شيء مش سهل جدا،
تعبنا جدا جدا. يعني احنا لحد امبارح اصلا كانت في ناس بتقول ان انتوا اخدتوا الكلام ده بالوسائط، الكلام ده يعني مستحيل ان هو يحصل عندنا في الاكاديميه وفي كليتنا بالذات. انا التانية على دفعتي امتياز مع مرتبه الشرف، ده ما ريم شاء الرابعه الله. على دفعتها امتياز مع مرتبه الشرف. تعبنا من اول يوم دخلنا في الكليه، ونزلتوا تدريبات كنا عملية ما كتير أنا وصلناش. عارفة. نزلنا تدريبات عملي، وكان اصلا يعني اخر سنه عندنا في الدراسه دي بتبقى تدريب عملي كلها زائد مشروع التخرج كمان، يعني ما كانش تدريبه بس، لا ده كان مشروع تخرج. إن أنتوا مشروع تنزلوا التخرج التدريب بيكون في وسط البحر. التدريبات كلها وكمان مشروع التخرج كان مع منظمة الأغذية والزراعة في في الأمم المتحدة. كنا بننزل أنا وريم أو أنا ومجموعتنا، يعني كان كل واحد في مجموعته بينزل المينا، بيطلب منه أنواع أسماك معينة يشتغل عليها، بيعمل عليها تقييم مخزون سمكي. كنا بننزل المينا من 3 الفجر و6 الصبح ما انا ده وحاجات كان كده. هيخليني ارجع بقى لكابتن ريم. كنتوا بتشتغلوا كام ساعة في اليوم يا كابتن ريم عشان توصلوا انكم تكونوا اول بنتين او اول فتاتين في مصر تحصلوا على جواز السفر البحري؟ احنا مدة التدريب عندنا كانت في الكلية خلال دراستنا لازم نتم 6 شهور علشان نقدر نستخرج الجواز البحري عموما. لو ما اتمتهمش كلهم مش هقدر، مش هيتوافق لي عليها. التدريبات احنا كانت متقسمة على كذا جزء، سواء تدريبات عملية في الكلية، احنا عندنا اللي هو المحاكي دوت الخاص بالصيد، هو مش موجود في الشرق الاوسط واحد زيه تاني، هو موجود في الاكاديمية عندنا، فهو كان دوت كنا بنتدرب عليه عشان نعادل بقيه الساعات اللي فضلنا ان احنا ما كناش قادرين طبعا نكمل بقيه تدريباتنا في البحر، زي ما الحاجات اللي احنا خلصناها وفي بقيه حاجات احنا ما عرفناش نكملها بسبب كورونا. فكنا بنعادل بقيه التوقيتات اللي فضلنا يعني بالسيميليتور كنتوا نفسه شغالين اللي وقت هو المحاكي كورونا بالظبط. كنا بنتدرب، بتكملوا وقت كورونا بتتدربوا وبتكملوا شغلكم ودراستكم. في الاكاديميه بالظبط. احنا كنا الحاجات اللي ما كناش قادرين نطلع بحر، اللي احنا كنا بنطلع يوم 2 3 كده كده. اصلا اقصى مده تدريب او اقصى مده سفينه بتفضل للصيد بتفضل موجوده في البحر هي 20 يوم، فاحنا كبنات كنا بنقعد يوم 2 3 4 ونرجع. فطبعا وقت كورونا كانت الدنيا ابتدت تقف معانا. غير كده احنا عندنا اصلا مواد في الكليه كنا بندرسها عملي، يعني من اول سنه اولى لحد سنه رابعه خالص احنا كل ده كنا بنتدرب حتى في الكليه، كنتوا بتذاكروا وتدريبات كام ساعة عمليه بقى في بره. اليوم؟ يعني كل المذاكرة عملية ونظرية قد إيه في اليوم؟ مش كتير، يعني احنا ممكن الحاجة اللي احنا حبينا، يمكن انا ومادة دخلنا في جزئية النافيجيشن لان الكلية عندنا جزئية بيولوجيكال ونافيجيشن، فالنافيجيشن بالنسبة لنا كانت احلى او كانت فيها يعني مغامرة أنتوا اكتر جايبين ان احنا امتياز نكمل أنتوا فيها. الاتنين مع مرتبة الشرف، ميادة التانية على بالظبط الدفعة وأنتي الرابعة انا على الرابعة الدفعة، فيعني بالظبط ما شاء الله امتياز، يعني مش بنتكلم على تقدير عادي يعني. بالظبط. انا كنت عادي، انا كنت يعني انا بحب المذاكره عادي، ان انا ممكن اقعد اذاكر لها قبل الامتحان، وان انا فدام فاهمه وكده كده. الكليه دايما بيبقى فيه ريفيجن اول باول، احنا في حاجات واقفانا بنروح اوفيس اور نعرف ايه اللي حصل، لو في حاجه فايتانا. فاحنا ما كناش يعني ما الكليه طب ما انتوا كانتش عندكم بتسيبنا في حاجه ان الطموح احنا الفترة الجاية ان انتوا توصلوا لربان مركب، بالظبط. تكوني انتي القائد وكابتن ميادة نفس الكلام. بس دي بالظبط بعد فترة معينة 5 سنين من احنا نكمل الخدمة بتاعتنا كاملة، وبعد كده الرانك بيزيد لما بنخلص المدة دي. طب ايه يعني؟ اكيد انا اسفه، اسمحوا لي، يمكن مثلا ممكن حد يقول لكم انتوا كبنات ايه اللي انتوا بتعملوه ده، لسه هتقعدوا 5 سنين كمان تشتغلوا على نفسكم وتكملوا تدريب كابتن ميادة عشان تكوني ربان، واعتقد ان دي برضو حاجه مش سهله، او معروف انها مش سهله بالنسبه للفتيات. هي حاجة مش سهلة، ولكن يعني برضو الإنسان بيكون عنده حلم ونفسه يحققه، أكيد مفيش حاجة في الدنيا هتمنع الحلم ده. يعني أنا وريم تعبنا جدا لحد ما وصلنا للجواز اللي حضرتك شايفاه أو اللي هو معاكوا أو اللي ظاهر على الشاشة ده، مش بيستاهل. طبعا. فاحنا عشان نوصل للرانك اللي بعديها برضو مش هتبقى بالسهل، واحنا عارفين ان باذن الله ان شاء الله نكملها. ان شاء الله باذن الله هتكملوها. انا الحقيقه مش عارفه اقول لكم ايه، يعني انا فرحانه جدا، واكيد باين عليا ميرسي جدا. فرحتي الكبيره انه بجد ما فيش يعني بقى حياه بنات مصر، ما فيش بقى مجال نقدر نقول
صعب عليهم ان هم يدخلوا المجال ده. طب اذا كنتوا تسمحوا لي بقى، البيت هل في حد في البيت مثلا رفض يعني، او نصحوكوا ان انتوا تاخدوا كارير تاني او كده؟ لا بالعكس، يعني انا عن نفسي احنا اصلا يعني انا بابايا في مجال الصيد ابا عن جد، يعني احنا اصلا عندنا مراكب صيد. فدي ده بال 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 بالحب بقى وبالوراثة العائلية يعني. بالوراثة بالظبط كده. وانا اصلا كان نفسي ادخل هندسة في معهد سفن، ولكن المجموع ما جابش هندسة. فاللي خلاني ادخل برضو الكلية دي ان هي برضو ليها علاقة بالسفن، يعني هي اصلا الكلية يعني ده خلينا نقول حلم بقى من وانتي صغيرة والعيلة مشجعاكي عليه. طب كابتن ريم، انا بابايا واخويا اصلا دكاترة، فانا اصلا ده واخده كارير تاني خالص بعيد بعيد عن البيت كله بقى خالص. فانا ما كنتش حابة يعني انا كنت حابة ان انا دايما بخش الحاجة الغريبة او الجديدة، وهم بصراحة سابولي الاختيار ان انا اروح اسمع عن الكليات الموجودة كلها في الاكاديمية، وسابوني ان انا اختار الحاجة اللي انا ميالة ليها بكامل ارادتي. انتي مختاروها كملي فيها اللي انتي عايزاه، بالعكس هما ما اجبرونيش على حاجة. وانا اصلا بدور كنت من بعد ثانويه عامه على كليه فيها عسكري شويه او شرطه او داخليه يعني حربيه الحاجات ديت بس. فانا كنت يعني ملت اكتر للجزء ده، حبيته الجزء ده اللي هو فيه التزام بقى و بالظبط. يعني طيب لو في حد يا كابتن ريم من الـ البنات او الفتيات اللي هو مثلا انا بتطلع ان المجال ده باعتبار بقى خلاص يعني عندنا بنتين في مصر فتحوا الطريق امام بقى الاجيال اللي جايه كلها، ايه هتكون نصيحتك ليهم؟ ما دام هم حابين حاجه زي ديت ومحدش جابرهم على ان هم يخشوا، هم هيعرفوا ينجحوا فيه ايا كان ايه. لو في حاجه هم مش عارفين يعني شايفين ان حد هيحبطهم، بس هم من جواهم حاسين ان هم هيعرفوا يكملوا فيها، لا يكملوا فيها، عشان هم اللي حاسين بيه ان هم يكملوا ده هيعرفوا يكملوه بعد كده. ما فيش حد بيقف عند حلم ما دام اهله والناس اللي حواليه كلهم بيشبرتوا حاجه زي دي مش هيفشلوا فيها. طب كابتن مياده هتدي نصيحتك ايه يعني للبنات اللي نفسهم او الفتيات اللي نفسهم برضو يقتحموا هذا المجال؟ يعني هو نصيحتي ان البنت زي الراجل بالظبط، مفيش فرق بينهم. البنت زي الولد، مفيش كمال، مش كماله عدد يعني. لا يعني الاثنين بيعرفوا يشتغلوا، والاثنين بيعرفوا يعني يهندلوا الموضوع ايا كان هو كان ايه، هما الاثنين بيعرفوا يشتغلوا. مفيش حاجه اسمها مستحيل. يعني انت شايفه ان مفيش مجال اسمه ده مجال للاناث او ده مجال للذكور، يعني مفيش حاجه اسمها كده في المجالات الشغل؟ لا ما فيش، الاثنين واحد والاثنين يقدروا يشتغلوا. المهم الاراده يعني. تحمل كمان يعني اكتر من الراجل، يعني مش هتكلم في حاجه زي كده، بس البنت تقدر تستحمل كتير كمان. لا طب احنا عارفين على فكره في ستات كتير جدا عندهم قوه تحمل اكتر من رجاله كتير جدا. لكن خليني اقولك برضو كابتن مياده، ايه اول شيء انت هتحطيه في دماغك او بتستعدي ليه للخمس سنين اللي جايه ان شاء الله، وانها برضو بكل تاكيد هتكون رحله مش سهله يعني. هو ان شاء الله احنا عندنا زمايلنا الاولاد قدموا في الشركه الوطنيه للثروه السمكيه والاحياء المائيه تبع الجيش، والحمد لله اتقبلوا. فانتوا ان شاء الله بنفسكم تقدموا وتدخلوا ان شاء الله؟ لا احنا سلكنا الطريق خلاص وقدمنا الورق. تمام، مستنيين فضل الموافقين باذن الله يا رب. ان شاء الله باذن الله. طب وهنسلك الطريق بقى. طيب كابتن ريم عايزه اسالك على حاجه تانية، لما بتكوني مثلا معلش يعني شويه الناس تقول لك نظره المجتمع، او حد يقول لك لو انت ماشيه بقى بالبدله واليونيفورم الرسمي في الشارع او كده، بتحسي ايه نظره الناس، خصوصا ان ده ممكن يكون مش متعودين عليه قوي، يعني انه الاقي مثلا من الذكور لابس بدله وقبطان بحري او الشاره بتاعت البحريه ده عادي، لكن البنات بقى لما بيبقوا في الشارع ده مهم جدا الانطباع، او الناس بتشوفك ازاي؟ بالنسبه لاهلي هم شايفين ان دي حاجه حلوه وهم فخورين بيها، بالنسبه للناس اللي في الشارع شايفين ان حاجه زي دي وحشه. انت مفكره انك هتشتغلي لما تخلصي، اهو كلها كليه، اهو كله شو بالبدله، اهو كله ان انت فتره دراستك ومش هتلبسيها تاني، مش هتكملي في الكارير اللي انت فيه. يا ساتر يا رب. ما حدش لا ده كتير جدا، الاربع سنين ولحد النهارده بتتقال. بس انا خليني اقول لكم ان احنا هنسيب كل الاحباطات دي، وانا ببارك لكم
انتوا الاثنين على صبح ونورتوني، وانا فرحانه بيكم، فخوره بيكم جدا، وهنستنى نتقابل بقى تنورونا في الاستوديو عشان انا نفسي اخد معاك صوره بالبدله الحلوه دي، وابقى فرحانه وفخوره. ده حبيبتي، ده شرف ليا. بشكرك جدا كل الشكر كابتن مياده رمضان وكابتن ريم ابراهيم، اول بنتين من خلينا نقول او كباتن طبعا ومتفوقات في الكليه وامتياز، بس اول فتيات في مصر يحصلوا على جواز السفر البحري. ربنا يا رب يوفقهم ويوصلوا بقى لربان مركب وكل اللي هم عايزينه ان شاء الله باذن الله يتمنوه. لكن خلينا نقول انه مفيش حاجه اسمها للرجال فقط، يعني السيدات قادرين على اقتحام اي مجال، والله فخر يعني. طيب هستاذنكم بقى اروح لفاصل صغير ونرجع نكمل معاكم فقرتنا في هذا الصباح.